منين جابونا المشكله هي؟ مهما خرجنا تقشير بطاطا. انا بعرف، قسما بالله العظيم صار لي متجوز شي 7 سنين، بعمري ما قشرت بطاطايه واحده بالبيت. يا شماتة نسواننا فينا. هلا هن فكرهم هيك بيحلوا المشكله؟ اي انا بعرف، اصلا لما بيفكروا يحلوا شي مشكله بيخلقوا بعدها 100 مشكله. بالفعل لانه لحد هلا صاروا مشكلين 4-5 لجان، وبكره يمكن يشكلوا لجنه لاتلاف الطبخ البيت. صحيح، هي نسيناها والله. اخ لو يسلموني هالمؤسسه نهار واحد بس. شو كنت رح تساوي؟ كنت فضيت هالصالات من الخضره والفواكه وعملت قاعات لتعليم الكمبيوتر او مكتبات، لانه دوله وتاجره خضره ما بيمشي الحال. والله عم تحكي مظبوط. اجا الاستاذ عساد. السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. اهلين استاذ، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شو كيف الشغل؟ تمام ماشي الحال. ليش هيك الخرطه كبيره؟ زغروها شوي. زغرها استاذ. طولين لتخلصوا خرط؟ لا شي ساعة زمان بس. شدولي الهمة، ها شدولي الهمة، لأنه بدهم يركبوا الطبخة بالمطبخ المركزي. ايوه استاذ، بس مين بده ياخذ البطاطا لهنيك؟ انتوا لا تاكلوا هم، هلا في سيارة بتجي بتاخذهم. بعدين لا تنسوا تفرموا البصلات حبيباتي، اوكي؟ نفرمهم ناعمين استاذ؟ لا 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 لا، شو ناعمين؟ البصلات لازم ينخرطوا جوانح مشان الكواج أطيب. يعطيكم العافية. اهلين استاذ، الله معك، على السلامة. شو حالي؟ كمان بدنا نشتغل البصل. انت بتقشر البصل استاذ؟ ممكن ناخذ فكره عن ابعاد هالتجربه؟ يعني شو الهدف من دخول القطاع العام الى المطبخ؟ الحقيقه يا انسه سؤالك جيد كثير، بس اللي بدي اقوله قبل كل شيء، نحن نؤمن ايمانا راسخا بالدور الهام الذي يجب أن يلعبه القطاع العام في هذا البلد. وانطلاقا من هذا الإيمان، يجب أن نعمل جاهدين لكي يدخل القطاع العام لكل مفاصل حياتنا، لكل دقائقها، لكل تفصيلاتها. وهذه التجربة بتصور خير دليل على ذلك. طيب أستاذ، المعروف أن القطاع العام في أغلب الأحيان غير قادر على المنافسة بسبب غياب عنصر الجودة، والسؤال هو ماذا فعلتم لكي تضمنوا جودة إنتاجكم؟